أكدت مصادر مطلعة لقناة المغاربية أن حميد ملزي المدير العام لإقامة الدولة نادي صنوبر غرب العاصمة الجزائر والتي تأوي سكنات قيادات الدولة نصب خيمة عملاقة على أرضية الموقف الكبير للسيارات والقريب من مقر إدارة الإقامة لتشهد احتفال المدير بزفاف ابنه أحمد أمين. وذكرت نفس المصادر أن الخيمة جهزت لاستقبال نحو 500 ضيف من علية القوم من أعضاء في الحكومة وضباط في الجيش وقضاة ورجال أعمال. تم تحضير ما لا يقل عن 100 خروف مشوي على نار الفحم لإطعامهم ناهيك عن المشروبات بأنواعها. وقالت المصادر للمغاربية إن الأجهزة الأمنية المختصة والتي سجلت الوقائع وتحصلت على معلومات هذه الحفلة والتي تزامن موعدها مع وجود رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة في المستشفى خارج الجزائر لفتت انتباه رئيس الحكومة عبد الملك سلال على اعتبار أن قيام مثل هذا الاحتفال بزفاف ابن ملزي المدير العام لإقامة الدولة نادي صنوبر بهذه الطريقة يعد سلوكا استفزازيا للمواطنين خاصة في السياق الراهن الذي تعيشه البلاد والقابل لأي انفجار. كما أكدت نفس المصادر أن مصالح الحكومة حذرت المدير ملزي من إقامة الحفل بتلك الطريقة، لكن الأخير لم يعر تلك التحذيرات أي اهتمام، مما استدعى تدخل رئيس الحكومة شخصيا وبطريقة صارمة أرغمت حميد ملزي على نقل الحفل إلى فندق شيراتون بالعاصمة والذي يديره أيضا. ويتساءل المراقبون عن مصادر تمويل مثل هذه الاحتفالات والتي قدرت مصادرنا أنها تفوق 4 مليار سنتيم. وللتذكير فإن أحمد أمين ملزي حكم عليه قبل أعوام ب4 سنوات سجنا نافذا بسبب اعتدائه رفقة بعض أصحابه على مواطن جزائري.